بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أحمد عبد الرحمن جي اف اكس اكاديمي دوت تي في. كلامنا النهاردة إن شاء الله هيبقى حوالين الكورس الجديد اللي هو Art of Realism اللي هيبقى على برنامج Autodesk VRED. مبدئيا في الفيديو ده أنا حابب إن أنا أجاوب على بعض الاستفسارات اللي الناس سألتها على الفيسبوك حوالين الكورس، وفي ناس اتلخبطت بين برنامج الفيريد وبين سينما 4 دي، بين ماكس، بين مايا، بين كي شوت، بين سبستانس بينتر. كل اللخبطه دي انا اعذركم فيها لان البرنامج لمم حاجات كتيره جدا، بس حابب اللي انا حابب اقوله ان البرنامج اساسه هو شيدنج اند ريندرنج. طيب مبدئيا استخداماته، استخدامات الفيريد في حاجات كتيره جدا. اولا في شغل البرينتنج، لو انا عايز اعمل منتج برياليتي عاليه جدا عشان اعمله بعد كده شغل ادفرتايزنج، في شغل البوثز او في شغل المعارض، لما شركه بتحب تخش معرض زي مثلا وليكن شركه زي نسكافيه مثلا عايزه تخش معرض، فبتعمل البوث بتاعها او المعرض بتاعها على شكل اللي هو البطرمان بتاع النسكافيه وجواه الباب مثلا، حاجه زي كده في حبه، فبيحبوا ان هم يشوفوا الموضوع ده في بنفس الرياليتي اللي هو هيتعمل بيها. هل الموضوع كده وبس؟ لا، حتى في شغل الانتيريورز وفي شغل الاكستيريورز وفي شغل البرودكت فيجوالايز، اللي هو بمعنى ان انا عندي برودكت زي العربيه دي مثلا انا عايز اشتغلها جوه وبره. طبعا هي دي مش معموله جوه، لكن انا كنت عملت فيها شويه حاجات، لكن عموما هو استخداماته في الحاجات اللي انا قلتها دي. زي ما احنا شايفين، اولا ريل تايم ريندر سريع جدا، ما اعتقدش ان في حاجة اسرع من كده. ممكن حتى في الجي بي ريندر اقرب واشوف كل الديتيلز بتاعت او الصب ماتيريالز اللي انا عاملها. هل ممكن اخد اوفر فيو بسرعة عن الريندرنج؟ لو ضغطت على انتي الياس على طول هيديني زي فاست بريفيو حوالين الفاينل ريندر اللي هتطلع. حتى دي كمان مش دي الفاينل ريندر، ده الفاينل ريندر اشد من كده بكتير جدا. طيب في امثله نقدر نشوفها، لو احنا جينا بصينا على شويه الصور دي، والصور دي من واقع الحاجات اللي هناخد عنها فكره في الكورس. ادي شغل انتيريورز، وادي شغل انتيريور العربيه، حاجات زي اللي احنا شايفينها دي كلها شغل فيريد، وكلها تكنيكاتها هتدرس في، اعتقد شفتوا الحاجات دي على الفيسبوك على البروفايل. طبعا خمسه، يعني انك تقرب للمدى ده ما كانش available في renders قبل كده، او لو available بيبقى مجهود كبير جدا زي ما احنا شايفين. كل دي نواتج للرندرز، دي للبرودكت غير الاوتوموتيف، عشان بس اللي بيفكر ان البرنامج ده للاوتوموتيف، لا البرنامج ده لكل حاجة، لأي حاجة، يعني اي منتج اي موديل ايا كان هو له حاجات زي كده، حاجات زي كده، يعني close shots، حاجات زي الانتيريورز، حاجات زي اللي احنا شايفينها دي كلها، كل ده شغل الفيريد. زي ما قلت ايا يكن الموديل اللي عندك، هخش الفيريد اعمل له فيجواليز واطلعه بمنتهى الدقه والرياليتي، حتى لو زومت حاجات بالمنظر. احنا شايفين الغرز، تمام، حاجات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب واحد يقول لي اول حاجه هو بيدعم ايه؟ اولا بيدعم اي امتداد انت هتطلعه من اي برنامج 3D، اي بروجرام، ماكس، مايا، سينما، واتيفر. الحاجه الثانيه بيدعم انيميشن، بيدعم انيميشن، انت ممكن تعمل انيميشن بتاعك كله في سينما 4D، في ماكس، في مايا، واتيفر انت بتعمله فين، حرك اعمل اللي انت عايزه. لو في اي حاجه انت عاملها بالداينامكس، او اي حاجه انت عاملها بالبارتكل سيستمز، او اي حاجه انت عاملها بالسكريبتس، بتعمل لها بيكنج، لان الفيريد ما بيفهمش الداينامكس لكن بيفهم النيتيف كي فريمز او الكي فريمز الترديشنال، الكي فريمز العاديه. بمجرد ما بتخلص بتصدر السين كلها للفيريد بحركتها، بكاميرتها، بدنيتها، بحالها، بمحتلها، وتبدا تشتغل في الفيريد. ممكن تشتغل انيميشن ريفاينمنت كمان، لان هنا في الكيرفز انا عندي كيرف اديتور وقوي جدا على فكره. الكيرف اديتور ده اقدر حتى ان انا احرك هنا في الفيريد. لو احنا جينا نبص على العربيه الايفو زي ما احنا شايفين، يعني اعتقد شفتوا العربيات دي موجوده عندي على البروفايل. لو انا جيت عملت بلاي، انا قادر ان انا احرك جوه ال فيريد. ممكن احرك كاميرا، بشوف نتائج في الريندر تايم، تمام. بيدعم ان انا اصدر الانيميشن دي بعد كده ارجعها تاني مكان ما انا عايز. بمجرد بس ما اعمل كده اداني السنس بتاع الحركه، طبعا ليها السيتنج بتاعها،
برنامج بيستقبل كمية مهولة من البوليجونز، يعني اقدر اخط لغاية 6 بليون بوليجون جوه الفيريد. برامج تانية ما بتدعمش القصة دي، برامج تانية اصلا ما بتدعمش الانيميشن. لو انت عامل انيميشن هتاخد منها ستيل فريم. اولا سرعة في الشغل، سرعة في الماتيريال كرييشن، سرعة في اللايت سيستم، سرعة جامدة جدا في الريندرنج. انا لو جيت عملت الري تريسنج وجيت شغلت حتى الانتي اليسنج، ادي السرعة بتاعه في الريندرنج في حاجة بموشن بلر، اللي بالنسبة لأي حد فينا الموضوع بالنسبة له كابوس انه رندر موشن بلر من غير نويز. دي نقطة. تخيل انت بقى لو بتطلع نتائج زي دي من زي دي مثلا، هتطلعها من الفي ري وتطلع بالنظافه دي، او من الارنولد وتطلع بالنظافه دي، واتفر من اي رندر انجن. اولا انت هتاخد وقت قد ايه عشان تكريت الماتيريالز بالدقه دي؟ ثانيا هتاخد وقت قد ايه عشان تظبط اللايت بالمنظر ده؟ ثالثا بقى وده الاهم، في رندر فريم زي ده خصوصا الحاجات اللي فيها انتيريورز هتاخد وقت قد ايه؟ ده مبدئيا. طيب انت بروفيشنال في الفي ري او انت بروفيشنال في الارنولد، تمام، واحد داخل المجال ده عشان يشتغل برودكت فيجوالايز، تمام، او يشتغل حاجه زي كده، علشان اشتغل بالمهاره دي واطلع الحاجه بالدقه دي انا لازم اكون عارف الرندر انجن كله، لازم اكون عارف الفي راي من اول الرندر انجن بيشتغل ازاي لحد الماتيريال سيستم لحد اللايت سيستم لغايه الريندرنج لغايه الريندر باسز لغايه الكومبوستنج علشان اطلع حاجه بالمنظر ده، تمام. تراك دراسه طويل حتى في شغله طويل. واحد يقول لي يعني هو الفيري فاشل ارنولد فاشل؟ لا، بس كل حاجه وليها حاجتها. فيري وارنولد البايب لاين بتاعهم او الورك فلو بتاعتهم في الفيجوال افكتس ما فيهاش خلاف، تمام، لكن بيعملوا الشغل ده، بيعملوا موشن جرافيكس كمان. بس في فرق ان انا بشتغل على حاجه هي دي حاجتها، وفرق ان انا بشتغل على حاجه بطوعها علشان تعمل دي. هو ده الفرق. فيريد بدون مبالغه اقل من ربع الوقت اللي انت بتشتغله في الفي راي. يعني انت لو في الفي راي بتطلع جوب واحده في 3 ايام او في 4 ايام، انت في الفيريد هتطلع 5 6 7 في 3 ايام ولا 4 ايام، ممكن اقل من كده كمان، تمام. ادي الفرق بين ده وبين ده. ليه ما اشتغلش ده؟ انت راجل عايز تتخصص في شغل سريع قوي، تراك الدراسة قصير بأقل مجهود، أنا بسلم العميل كواليتي عالية جدا جدا جدا، سواء العميل ده هيستغلها في شغل برينتد أو هيستغلها في شغل أنيميشن حتى. يعني ولنفرض العربية ده تتحرك، يعني فلنفرض العربية دي، تمام، لو رجعنا تاني للفيريد، فلنفرض العربية دي هتتفك وتتجمع من أول الموتور بتاعها لغاية المسامير لحد الكشافات لغاية الهيكل. أنا لو بعمل دي في حتة تانية قبل الفيريد، يعني لو بعمل الكلام ده في حتة تانية، ما لا يقل عن من 3 أسابيع لشهر هشتغل في البروجكت ده لوحده، تمام، من أول الأنيميشن لحد الشيدنج لغاية اللايتنج لحد الريندرنج عشان أطلعه بكواليتي لازم تطلع ريل، لازم، ما ينفعش تطلع فيك. لكن في حاجة زي الفيريد أنت كل اللي أنت هتعمله، أنت هتحرك الأنيميشن بتاعك على سينما على مايا على واتيفر، أنت هتحرك على إيه وتقوم مخلصها وتطلعها اف بي اكس، تعالى هنا فأقل من ساعتين زمن هتكون مخلص كل الشيدنج كل اللايتنج، تمام، وفي وقت قياسي. والرندر الحاجات الاكستيريور اللي زي دي، رندر الفريم فعلا بدون مبالغة ما بياخدش، يعني انا اعلى فريم خد مني وقت 6 دقايق بدون مبالغة، 6 دقايق، وكان فريم جوه العربيه مش بره العربيه، يعني لو بره العربيه نص الوقت ده تقريبا، تمام. والكلام ده كمان لو في تفاصيل كتير، في فريمات تاخد منك دقيقه. ف فيريد اولا ورك فلو سريعه جدا، تراك دراسه قليل جدا، ممكن اطلع منه رندر باسز بعد كده لو احنا رحنا للرندر ويندو في الجنرال. عندي الانتي اليسنج بتاعه بيتحسب بطريقه دقيقه جدا جدا في الايمج. عندي هنا الريندر باسز، عندي رندر كل الريندر باسز اللي انت متخيلها هتطلع من الفيريد، هيسهل عليك الكلام ده كومبوزيتنج بشكل فظيع. ده بالنسبه للفيريد من ناحيه هو ايه، مفيش موديلنج فيه طبعا، البرنامج زي ما قلت هو شيدنج ولايتنج وريندرنج وانيميشن.
امكانياته جباره في الكاميرا، وفي حاجه فيه اسمها الفي سيتس او بنسميها الفاريانت سيتس، دي بتكت زرار. العميل قال لك انا عايز اغير العربيه دي من كشافات مستطيله لكشافات مربعه، ممكن تعمل العرب يعني بتغير الكشافات دي وبشورت كات، كليك العربيه اتغيرت، كليك العربيه اتغيرت، عايزها بفرش لونه مش عارف قد كذا، كليك العربيه اتغيرت، تمام. ما بترجعش تكريت وترندر وتبوست برودكشن، مفيش الكلام ده. اتمنى اكون جاوبت على يمكن دي كل الاستفسارات اللي موجوده على اللي كانت موجوده حوالين الكورس. هصيغها تاني بسرعه، اولا تراك دراسه قليل جدا جدا جدا، تاني حاجه دقه في الشغل ورياليتي عاليه جدا، حتى زي ما انتم شايفين الرندر ده مش رندر نهائي، ده رندر ده جي بي يو رندر، الرندر ده بالدقه دي بالرياليتي دي وهي كده جي بي يو رندر، الفاينل رندر الدقه اعلى من كده بكتير زي ما احنا هنشوف، تمام. ده انت كمان عندك موشن بلر وممكن تعمل ديبس اوف فيلد، ممكن اشتغل، هو البرنامج مش معمول لللايرد ماتيريالز، بس في الكورس هتتعلم ازاي تعمل لايرد ماتيريال، عشان مش كل الخامات اللي هتطلع منه هتطلع بالنظافه دي، في حاجات هتطلع كده، في حاجات مش هتطلع، مش كلها هتطلع. وعلى فكره الموديل ده لو بولي، يعني الموديل ده حتى كمان تفاصيله مش كتير، يعني انا كنت عامله بس لمجرد ديمونستر، مش عامله اقصد كنت جايبه لمجرد الديمونستريشن. لو بصينا هنا الموديل يعني مضلع وتفاصيله ما هياش كتير، بس بالرغم من ان تفاصيله مش كتير موديل زي ده ينفع في اللونج شوتس، يعني ينفع في المشاهد البعيده، لكن لو قريبه طبعا مش هيبقى الموديل بالمنظر ده، هيبقى اكيد تفاصيله اعلى. مش كل حاجه هتطلع بالنظافه اللي احنا شفناها، في حاجات هيطلع فيها ليرد ماتيريالز او ماتيريالز بتبقى فوق بعضها وبرضه هتطلع برياليتي. زي ما احنا شايفين انا مش عامل اي حاجه ومش مسرع الفيديو ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين وقت الريندر عمال بيعد ازاي من انتي الياس لري تريسنج، وعلى فكره انا معلي الكواليتي. لو قربنا من ماتيريال زي دي، لو قربت طبعا زي ما احنا شايفين انا قلت الموديل مش هاي كواليتي، بس زي ما احنا شايفين لو جينا عملنا كده عملنا كده يعني سهل قوي، سهل قوي ان انا اطلع كلوز شوتس بماتيريالز عاليه جدا وفي وقت ريندر قليل. زي ما احنا شايفين العد شغال ازاي، انت مش هتلاقي السرعه دي في كلوز شوت بالمنظر ده الا هنا في الفيرد، زي ما قلنا الموديل مش هاي بولي. ده خلاصة الكلام على عن الفيريد. الكورس متاح على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك facebook.com/vfxbrain. طبعا ده كان فاست ميكنج للإبرنز او دبابة الإبرنز اللي انت شفتوها من شوية. الايفنت بتاع الكورس هيتحط برضو في اول الصفحة. طبعا ده نموذج يعني دي انا كنت عاملها قبل الإبرمز، وبرضو زي ما انتم شايفين الموديل لو بولي، وبالرغم من كده قادرين نطلع. انا فاكر وقت رندر الفريم بالكلوز شوت دي كان دقيقتين بكل اللي احنا شايفينه ده. هوريكم دي اللي انتم كنتوا شايفينها من شويه، اللي احنا كنا شغالين عليها من حبه. الايفنت ان شاء الله هيطلع في اول الصفحه، معلش انا مشيت مشوار لتحت. الكورس اوفلاين موجود في مركز الدكتور طه حسين في طه وورلد في مصر الجديده، وموجود في شركه شاهي ميديا في الهرم، وموجود اونلاين على الفيسبوك. هيبقى الكورس مرفوع متاح داونلودابل في اي وقت. في حاجات كتيره جدا طالعه فري مع الكورس، اتش دي ار ايز، وطالع مودلز كتيره جدا، وطالع خامات كتيره جدا، والسورس برضو بتاع البرنامج نفسه هيبقى متوفر. ده الايفنت بتاع الارت اوف رياليزم. هتلاقي في الاباوت، لو انت فتحت الاباوت هتلاقي في الديتيلز اللي عملت سي مور، هتلاقي كل حاجه عن الكورس بما فيها السعر بتاعه. طبعا يعني احنا نحاول كورساتنا كلها تكون في حدود الاسعار دي علشان تبقى في متناول الطلبه قبل الناس اللي شغاله. واسعد باستفساراتكم على الايفنت، يعني
الخاص ما بشوفوش كتير والله، بس يعني على الايفنت ان شاء الله هجاوبكم على كل اللي انتوا عايزينه، واتمنى اكون وفقت في ان انا اديكم فكره عن الكورس وفكره كمان عن برنامج الفيريد. واشوفكم على خير ان شاء الله. قبل ما انسى، هيبقى معاكم في المحاضرين في الكورس الاستاذه هبه حسن والمودلر محمد العمراوي ميدو فايز، ونشوفكم على خير والسلام عليكم.